أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السادس في شرح لأبرز الخطوط العريضة التي سيتم التركيز عليها خلال الأسبوع الحادي عشر من مادة اكتساب اللغة الطور الثاني كتاب أصدقاء العربية، فأهلا وسهلا بكم. أذكر أعزائي الطلاب بالمفهوم الرئيسي الخاص بالوحدة وهو الإبداع، وأذكر أنكم جميعا مبدعين، ولكن الإبداع يختلف من شخص لآخر، فقد تبدع في الرسم، قد تبدع في الإلقاء، قد تبدع في التمثيل، هذا ما ستقدمه أثناء شرح الموضوعات المختلفة التي سأقدمها لكم والنصوص المقروءة الموجودة في الكتاب. أما عبارة البحث والاستقصاء هي: يسهم الإبداع بإيصال رسائل تشمل الحقوق والقوانين في المجتمع. إذا من خلال إبداعاتكم ستوصلون رسالة تؤثر أو لها علاقة بالحقوق والقوانين في المجتمع، وهي مرتبطة أيضا ارتباطا وثيقا بالنصوص المقروءة التي سأقوم بشرحها والتي قمت بتفصيلها في المادة المرئية الخاصة بالوحدة. الموضوع الأول الذي سنركز عليه هو حصة المكتبة. نقوم أعزائي الطلاب بالذهاب إلى المكتبة أسبوعياً وقراءة قصة وتسجيل المفردات الجديدة واستخدامها في جمل من باب أن يكون لدينا معجم لغوي متنوع في مادة اللغة العربية. ولا تنسى أيضاً القيام بمهام أقرأ بالعربية الموكلة لك، حيث يتم إرسال مهمتين أسبوعياً لتقوم بقراءتها وتحليلها وتقييم نفسك من خلال إجراء اختبار قصير خاص بالقصة التي قرأتها. الموضوع الثاني الذي سنركز عليه هو حروف الجر والمعاني المتصلة بها. فعندما أقول حروف الجر أذكر منها من إلى، عن، على، في، الباء، الكاف، اللام. ولكن عندما أقول هنا حروف الجر سنتحدث عن ثلاث حروف بمعانيها: متى سأستخدم الباء، متى سأستخدم إلى، متى سأستخدم في. فمثلا أقول أدرس في المدرسة، فالمدرسة دلت على مكان، إذا هنا هي تفيد الظرفية المكانية. أما عندما أقول إلى، سأذهب إلى المدرسة، تفيد انتهاء الظرفية، وهذا ما سأقوم بتفصيله أثناء الحصة. أكتب بالقلم، أي أستعين بالقلم أو يساعدني القلم بالكتابة، فالباء هنا تفيد الاستعانة. وسنقوم بذكر أمثلة على هذه الحروف. أما الموضوع الثاني الذي سنتحدث عنه هو الفرق بين لا النافية ولا الناهية. فمثلا عندما أقول لا يشعر زياد بالملل مع زملائه، أنا أخبرتك معلومة عن زياد وهي أنه لا يشعر بالملل عندما يكون مع زملائه. ولكن عندما أقول لا تخرج اليوم، هنا اختلفت صيغة الجملة إلى الأمر أو الطلب. فعندما تقترب لا من صيغة الأمر وأطلب منك التوقف عن فعل شيء، هذا هنا معنى النهي. إذا الإخبار هو النفي والأمر هو النهي، وسنمثل على ذلك أيضا من خلال جمل مختلفة. أما الموضوع الآخر، لاحظ أن هناك سؤال يتصل بأداة الاستفهام هل؟ وقلنا سابقا أن أداة الاستفهام هل تحتمل الإجابة بنعم أو لا فقط. فمثلا هل أكلت اليوم شيئا؟ ستكون الإجابة نعم إذا كنت قد أكلت، وستكون لا إذا كنت لم تفعل. أما لا تحتمل الإجابة بشيء آخر، فلا أقول في المدرسة ولا أقول الآن مثلا. إذا هل دائما الإجابة عنها هي نعم أو لا، وسأقوم أيضا بالتمثيل عليها بذكر أمثلة من الدرس ومن واقعنا. كنا قد أخذنا سابقا أيضا الضمائر المنفصلة، تحديدا ضمائر الغائب هي هن. سنقوم أيضا بوضع الضمائر المنفصلة للغائب هي وهن في جمل ونتعرف الفرق في الاستخدام بينها، ثم سنمثل على هذه الأفعال في جمل مفيدة. سنقوم بالتركيز أيضا على هاء الغائب، فأقول ألعابه، ألعاب معتز، وعلى من يعود الضمير؟ وللفتاة أقول ألعابها، ها، ألعاب سالي. تعثر خالد وكسرت قدمه، قدم من؟
قدم خالد. تعثرت نادية وكسرت. ماذا سأقول؟ قدمها. تناوب زملاء خالد على ماذا؟ تناوبت زميلات ساندرا على مساعدتها، فلها عائدة على ساندرا. أما زملاء خالد فقد تناوبوا على مساعدته، مساعدة خالد. وسنستخدم أيضا الأفعال المختلفة، وهي الأفعال المضارعة في الفراغات المرصدة لكم. كانت هذه أبرز الخطوط العريضة التي سنركز عليها خلال هذا الأسبوع. أشكر استماعكم، طبتم وطاب نهاركم، بكل أمل وخير.